الجزائر هي مباراة المتعة والإثارة والتاريخ. نعم دائما لقاءات الجزائر ومصر بتكون قمة الندية، قمة القوة، قمة المتعة، فيها تنافس كبير بين المنتخبين حتى على نطاق اللقاءات والإحصائيات تكاد تكون متقاربة جدا، فيصعب التكهن بنتيجة المباراة دي، وخاصة إنه المنتخبين حتى يعني ما جو بكامل العدة والعتاد بتاعهم وشاركوا باللاعبين المتواجدين على الدوريات العربية وغالبيتهم على الخليج والدوريات المحلية في المغرب وفي مصر. كابتن رمضان، انا يعني في تصريح لواحد من المحللين في واحده من الحلقات عجبني جدا. يعني لما نقول المنتخب المصري جاب لعيبه المحليين، فقال لي حتى انه كونه يكون انت لاعب في الدوري المصري معناته انت محترف. أكيد طبعا. نعم، أنت مش معترف لأنه لا النظام، بمثابة محترف، أيوه بمثابة هو بيقصد محترف، لقوة المنطقة، قوة قوة الدوري الدوري المصري المصري وقوة الأندية المصرية. وقوة الأندية المصرية نعم وقوة الفرق المصرية وقوة النظام السائد في مصر اللي بيتعاملوا به إدارات الأندية مع اللاعبين، نعم فارق كبير بينه وبين يمكن بقية الدول العربية. فأنت هناك لاعب بتكون موقع على عقد فيه الانضباط، حضور المواعيد، التمارين، الراحة، المباريات وكده، يعني ما بيدوك فرصة انك انت تكون زيك زي اللاعب الهاوي اللي جيت وقعت عقد لمدة سنة سنتين نعم وتمشي. فإدارة الكرة في مصر وإدارة الأندية ضبط اللاعبين انضباط غير عادي، يعني نعم بيخلقوا منك لاعب يعني لاعب للمستقبل. لاعب على مستوى يعني مثلا أفشة الشناوي لا يقل عن المحترفين أكيد أنت اللي يعني بتلعب في فريق يعني زي الأهلي، زي الأهلي. الأهلي نعم يسمى فريق القرن، يعني نعم حتى يعني الأهلي مو الفريق السهل على مستوى نعم العالم وعلى مستوى القارة الأفريقية. تسمية فريق القرن ما جات من فراغ، نعم نعم للألغاب، للنظام ماشي به، والنادي الأهلي،